بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وأصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حسن خطك بالشخبطة مع سعيد سليمان. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مقارنة بسيطة بين حروف خط النسخ وحروف خط الرقعة. طبعا إن شاء الله بإذن الله هنختار من كل مجموعة حرف واحد، كل مجموعة حروف في الأبجدية العربية يعني الباء والتاء والثاء هناخد شكل حرف واحد منهم بيمثل الباقي، بيمثل الباقي. ماشي، يبقى كده إن شاء الله بإذن الله نسخ والتانية رقعة. كده هنا برضو نسخ هنا رقعة هنا برضو يا جماعة. أول حرف حروف الأبجدية هو حرف الألف. حرف الألف في خط النسخ بيكتب طويل كده يا جماعة بالشكل في ليونة، بس في ليونة طويل وفي ليونة ماشي بالشكل ده. الهمزة في خط النسخ بتعمل بشكل زي رقم 2 كده، واجيب شرطة تحتيها بميل كده، ده الهمزة. أما حرف الألف في خط رقعة بيبقى أقل طولا وأقل ليونة، أقل طول وأقل ليونة الشكل ده. بصوا يا جماعة أهوت الشكل ده، ده خط ألف رقعة، والهمزة في خط رقعة بتبقى بالشكل ده، همزة حرف إس زي شرطة الكاف في خط النسخ. ماشي، حرف الباء يا جماعة حرف الباء عادي جدا، هو في السطر بيبقى واسع سنة ماشي بالشكل ده. حرف الباء في الرقعة ليه شكلين، الشكل الأولاني شبه شكل النسخ بس أقل منه في الحجم، أقل منه إيه في الحجم صغير كده، والشكل التاني اللي هو الشكل ده هو مميز خط الرقعة بالشكل ده. ماشي، ده أو ده. بعد كده خدنا حرف الباء من الباء والتاء والثاء، هناخد حرف الجيم. حرف الجيم بالشكل ده بشكل موجة متجه من الشمال لليمين، موازي السطر، نهاية الموجة موازي السطر، برجع نصها وحاجة اسمها أسلخ. أسلخ أفرق الخطين كده، أعملهم خطين على النهاية دي كده قصادها، وأروح واخد الكاسة بتاعت الجيم منزلها تحت السطر كده بالشكل ده، والنقطة بتاعت الجيم. يا جماعة طبعا ايه ده حرف الجيم في خط النسخ. حرف الجيم بيمثل الجيم والحاء والخاء، طبعا فرق النقاط، فرق النقط او النقاط بتتحط في وضع مختلف. حرف الجيم في خط الرقعة، بصوا يا جماعة ادي حرف دال بالرقعة مقلوب، هنشوفه بعد كده بالشكل ده اهوت، واروح راجع لها كده بالشكل ده، اهو مقفولها مثلث، واروح خارج منها كده شوية وراح نازل واخد الشكل ده، الشكل ده، ده حرف الجيم في ارقع. بعد كده حرف الدال، حرف الدال في خط النسخ، بصوا يا جماعة كده طويل شوية مقوس، واحد طويل مقوس، بعد كده باخد قاعدة مساحته بالظبط أو طوله بالظبط، قاعدة تحت كده بطوله بالظبط اللي فوق قد اللي تحت. ماشي، حرف الدال يبقى هنا
قصير وهنا طويل شويه. يعني هنا في الرقعه بحرف الدال من فوق قصير، والقاعده بتاعته اطول منه، يعتبر ضعف الطول بتاعه. حرف الراء بالنسبه لخط النسخ يا جماعه، بعمل واحد حسابي كده مايل مقوس على السطر نفسه، وبنزل تحت السطر بالشكل ده تقوس، وبعد كده برسم او بشكل الديل بتاعه بالشكل ده، عامل زي حرف الباء المدلوق تحت السطر كله كده، بس دي مبنطوره لبره مش ملموم. حرف الراء الرقعه سهل جدا، بس يا جماعه شفت النتشة دي؟ بس ادي حرف الراء. حرف السين بقى، حرف السين يا جماعه بصوا، ادي واحد اتنين ثلاثة، هنزل بالكاس بتاعت السين تحت السطر. حرف السين في خط رقعة له شكلين، الشكل الأولاني مسنن يا جماعة، بس السنون بتاعته عامل سن المنشار على ناحية واحدة كده، سن المنشار على ناحية واحدة، بروح الكاسة دي كده وكتب فوق السطر، كتب فوق السطر أو استقامة جوزة مستقيم، وأروح واخد الكاسة برضو نفس الطريقة كده فوق السطر بالشكل ده. ده حرف السين في خط الرقعة. هنشوف بقى حرف الصاد في خط النسخ. بصوا يا جماعة، حرف الصاد في خط النسخ بشكله كده، علامة صح مقلوبة، وراه واخد القاعدة بتاعته مقوسة لفوق. بصوا يا جماعة، الجزء ده شبه حرف الباء كده، شبه جسم حرف الباء، وراه واخد الكاس بتاعته تحت السطر. بصوا يا جماعة كده تحت السطر، وراه واخد الكاس تحت السطر بالشكل ده. ماشي، وفي مسافة بين جسم الحرف والكاس بتاعته. حرف الصاد في الرقعة بصوا يا جماعة صغير، كتب فوق السطر، يبقى حرف الصاد في خط النسخ بيكتب تحت السطر الكاسة بتاعته، حرف الصاد في خط الرقعة بيكتب فوق الكاسة. بعد كده حرف الايه؟ الضاد يا جماعة، حرف الايه؟ الضاد. ليه انا عملت الصاد والضاد؟ قبل ما انسى، معلش قبل ما انسى، حرف الشين، حرف الشين في الرقعه، حرف الشين في النسخ عادي جدا شبه ديت، ونحط نقط بس. حرف الشين في الرقعه بس يا جماعه بالشكل ده اهوت، هنعمله الشكل تاني تحت كده. حرف الشين ممكن اعمله كده، لو نازل كده لافف، ونعمل التلات نقط كده بالشكل ده، او اعمله بالشكل ده يا جماعه. بصوا ادي بطلع وبنزل، بطلع وبنزل، ده حرف الشين. ماشي، اخترت عشان الصاد والضاد، فحرف الشين بالشكل ده. حرف الصاد وحرف الضاد برضو نفس الطريقه كده. حرف الضاد يا جماعه، حرف الضاد هنكتبه هنا كده بالشكل ده برضو، ادي حرف الضاد اهوت، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل، ده حرف الضاد في خط الرقعة. ماشي، بعد كده حرف الطاء، حرف الطاء بالنسبة للنسخ اهوت، بالشكل كده بنزل كده، ده حرف الطاء بالنسبة للنسخ. حرف الطاء بالنسبة للرقعة برضو الألف بتاعه بيختلف طبعا، والحجم بتاعه نفسه بيختلف، وحرف الطاء والظاء نفس الشكل. حرف العين، حرف العين بالنسبة للنسخ بعمل حاجة بندور كده يا جماعة، الألف دي كده بالشكل ده، بنزل من فوق لتحت بالشكل ده أهو، حرف العين. حرف العين بالنسبة لخط الرقعة بصوا يا جماعة، رقم اتنين، رقم اتنين ناشفة كده، برضو بجيب من هنا من فوق كده وأروح نازل بالشكل ده تحت السطر، ده حرف العين بالنسبة للإيه. بعد حرف العين حرف الفاء. بصوا يا جماعة، إحنا قلنا حرف الفاء قبل كده أهي، فوض يتكتب على السطر زي حرف الباء بالظبط، فوض يتكتب على الفاء على السطر زي حرف الإيه؟ الباء.
هنا في الركعة نفس الطريقة برضو هوض، بس البداية بتاعته مكموسة، اللي هي المفتاح هنا مكموس هنا، برضو حط النقطة بالشكل ده فوق السطر. حرف القاف، بس يا جماعة حرف القاف في خط النسخ قلنا حرف القاف يا جماعة كاسة، كاسة بمعنى بتنزل تحت السطر، تنزل تحت الايه؟ السطر. حرف القاف في خط الرقعة بتكتب فوق السطر بالشكل ده، بصوا يا جماعة بطلع بلف عليها كده برجع نطلعهم. بالنسبة لحرف الكاف في خط النسخ، بصوا يا جماعة يبقى كده اهوت، بالشكل ده وانا وزاد شوية هنا كده. حرف الكاف في خط النسخ خط رقعة، دي إشارة الكاف يا جماعة، زي حرف الإس زي الهمزة بتاعت الرقعة اللي هي دي. حرف الكاف في خط الرقعة ليه شكلين، الشكل الأولاني بالشكل ده أهو، اللي برضه كده 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 بطلع على البداية بتاعته تاني، بعمل حرف ده اللي جواه كده، ده الشكل الأولاني. الشكل التاني ممكن أعمله كده على حرف الكاف برضه، ولف 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 بس، وأعمل الهمزة هنا، ده أو ده. حرف اللام يا جماعه بالنسبه للنسخ، انا برضو بعمل هنا حلي كده وبنزل تحت السطر بالشكل ده. حرف اللام بالنسبه للرقعه يا جماعه بسيطه خالص اهو، اهي. حرف الميم بالنسبه للنسخ، بصوا يا جماعه اهي كده، او الشكل التاني ممكن اعمله كده بالشكل ده اهو. حرف الميم بالنسبه لخط النسخ هو ده كده او ده. حرف الميم بالنسبه للرقعه، بص يا جماعه بعمل نقطه، بنزل بميل، بعمل رقم زي رقم اتنين كده ميل لجوه. حرف النون اهي، عادي جدا النون اهي زي كاس السين او الصاد. حرف النون خط رقعة دي شكلين، حرف النون في خط رقعة ليه شكلين، هما دول بس يا جماعة، بطلع ألف وبنزل نقطة كده جوه، أو الشكل التاني واحد اتنين تلاتة أربعة، ماشي. حرف الهاء بالنسبة لخط النسخ لما كده هاء زي حرف ده المضغوط كده، ندور جوه بالشكل ده، ماشي. حرف الهاء بالنسبة لخط الرقعة بعمل ثلاث نقاط، بنزل بألف كده وبلف الشكل. بصوا يا جماعة شكل الهاء المنتهي هنا وشكل الهاء المنتهي هنا برضو نعمله بالشكل ده برضو، ادي حرف الهاء المنتهي لو هي كده يبقى كده بالشكل ده. اه يا جماعة ده لازم يكون ليها سنة فوق كده، حرف الهاء الرقعة يبقى فيه زاوية اتصال، زاوية كده زاوية قايمة، زاوية ايه؟ قايمة، وراح لف كده اهي، مفيش سنون، مفيش سنون. ادي حرف الراء زي حرف الراء بدور بدايته كده اهي بالشكل ده، واروح اسم الراء بالظبط. حرف الواو في الرقعة بص كده يا جماعة زي راس القاف او الفاء، واسم الراء بس فوق السطر. الف بالنسبة للنسق بالشكل ده، بنزل واتجه ناحية الشمال من اليمين اهو، بصلها بالظبط يا جماعة، وراح راجع بالشكل ده اه. ده حرف اللام ألف هنا يبقى لي أو ألف جزء ألف، بعدين الراء طويلة شوية، وبعدين ألف تاني أهو بالشكل ده، ماشي. ده لام ألف نسخ، ده لام ألف رفع. أخيرا حرف الياء، حرف الياء يا جماعة في خط النسخ بشبه حرف الدال المقلوب كده، حرف الدال المقلوب بس بتاعته تحت السطر، تحت الايه؟ السطر. حرف الياء، حرف الياء في خط الرقعه كده لما نبص كده ده بيسبقها شويه كده، وراح مكتوبه برضه نفس الطريقه تحت الايه؟ من فوق السطر قصدي، دي الياء بتكتب فوق السطر في خط الرقعه، والياء بتنزل تحت السطر في خط الايه؟ النسخ. بالنسبة لحرف الكاف في النسخ ممكن نكرره تاني كده عشان شكله مش عاجبني صراحة، ماشي. بص كده يا جماعة
اليوم بتاع الأشهر، هو حرف الاس ده كده بالشكل ده. يبقى ليه مقارنة بسيطة بين خط النصر او حروف خط النصر وخط الرقعة. لازم ناخد بالنا يا جماعة ان احنا واحنا بنكتب ما يخلطش بين الخطين، ما يخلطش بين ايه يا جماعة؟ بين الخطين. دي حاجة. الحاجة التانية، حروف النسخ طبعا حروف جميلة، حروف القرآن الكريم طبعا حروف جميلة وحروف قوية، شكلها فيه قوة كده. خط رقعة خط رقيق جدا وخط جميل جدا، وهو سهل الاستخدام طبعا ومنتشر في الاستخدام اللي هو العادي يعني. ماشي. طبعا يا ريت ندعم المحتوى المفيد يا جماعة، وإن عجبكم الفيديو إن شاء الله يا ريت سبسكرايب ولايك وشير. ومعانا إن شاء الله بإذن الله على قناتكم حسن خط بالشباطة مع سعيد سليمان، هنقدم فيديوهات كتيرة جديدة ومفيدة للجميع بإذن الله، نحتسبها بإذن الله في ثواب من سبقونا جميعا، أبي وأمي وجميع المسلمين. وفي المنتهى تقبلوا تحياتي سعيد سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.